مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحة السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة، وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعامل معاه، لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام، اما اتفاعل معهم وشوف الدنيا ايه هتروح بينا لغاية فين. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معده ان شاء الله، تكميم معده بالمنظار. عمليه تكميم المعده او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقه طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العمليه على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذيه، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان، وكل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. الحقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابيليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي. نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد، ويعني نزول صحي سليم، وان شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العمليه ان شاء الله. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة هوميستاسيس، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية إن احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه.
ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة، يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45. قررت ان اخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدم لي العون واخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية. وكنت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة ما فيهاش اي حاجة، كل ما عليكي بس ان انت يا دوبك تستفيقي من البنت. فقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشركوا في اللي حصل لي مع الدكتور كريم. وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله، طاقم التمريض طاقم التسويق كل 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 حاجه. شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اطمنكم على مدام صابرين، هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السادس اللي هي تكميم تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة، مناظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية، أطعمة طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السمنه المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات. يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه، السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كتيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لذلك. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. Thank you.
اهلا بيكم في حلقه جديده معانا. هنكمل مع بعض الهيستوري ازاي الدكتور بيفكر في الام اسفل الظهر. الحلقات اللي قبل كده لو سمعتونا وتابعتوا معانا مشاهدينا الاعزاء، احنا بنقول لكم ازاي الدكتور بيفكر وازاي انت لازم تاخد بالك الدكتور عايز منك ايه معلومه. كنا بنتكلم على ان المريض، احنا لما بنفكر نشخص العلاج او نشخص حاله المريض بتاعنا في الام اسفل الظهر او الام المفاصل، لازم عندي عايز تاريخ مرضي من المريض نفسه، معلومات من العيان، عايز معلومات اخدها من فحص المريض نفسه، الفحص الاكلينيكي على السرير. رقم ثلاثة، انا عايز منه اشعاعات او تحاليل تقول لي بعض المعلومات عنه. نقدر اخد الثلاث حاجات دول مع بعض بخلطة وتوليفة معينة، اقدر اطلع ايه هو المرض بتاعي. بعد كده المرض ده نقدر نقول ايه هي طرق العلاج، وهي مش طريقة واحدة، دايما كل مرض ليه كذا طريقة للعلاج، ومش معنى ليه كذا طريقة للعلاج هي تجارب، ولكن هي مراحل، في مرحلة تستجيب هنا، في مرحلة تستجيب هنا، في حاجات بنقول لازم ناخد بالنا ان مش كل الناس بتستجيب على نفس الحاجة بنفس الدرجة، وإلا لو كان في حاجة واحدة بتجيب نتيجة 100% وبدون أي مخاطر وبدون أي أعراض جانبية، يبقى ساعتها كنا اخترنا الطريقة دي وسبنا كل الحاجات التانية. التاريخ المرضي، خدوا بالكم احنا وقفنا مع بعض المرة اللي فاتت على ان الدكتور لما كنت بقول لكم بيسأل على مكان الوجع. ايه ده؟ تسأل على مكان الوجع؟ بنسأل على مكان الوجع. تخيل العيان ساعات بيجي ما بيقوليش اصلا ان انا عندي ألم، هو بيجي يقول انا عندي غضروف. العيان ما بيجيش اصلا يقول لي انا الوجع بتاعي فين، يقول لي الغضروف وطلبوا مني اشعة وخدت العلاجات دي. طب انهي غضروف؟ انت احنا بنتكلم عن ايه اصلا؟ احنا بنتكلم على كتفك ولا على رقبتك ولا على ظهرك؟ احنا بنتكلم على فين؟ فلازم تبقى واخد بالك ان احنا ما اتقابلناش قبل كده. ولما تبدا كلامك معايا انا بحس بالوجع في المكان الفلاني. الوجع ده بيزيد بالطريقه الفلانيه، بيحصل كذا بيحصل كذا. نبدا نتكلم مع بعض. ولما جاني الوجع ده رحت للدكاتره، فالدكاتره عملوا لي اشعه وقالوا لي عندك غضروف. لكن حضرتك بتبدا بالعكس بقى، قالوا لي عندك غضروف ونبدا مع بعض في سكه ساعات ما بتوصلش بقى للنهايه. يعني ساعات انا ببقى قاعد استنى اسمع، قالوا لي عندك غضروف ماشي، وقبلها قالوا لي اعمل اشعه ماشي، وقبلها ادوني علاج ماشي. طب برضه لغايه دلوقتي لسه ما عرفتش فين الوجع. لازم تاخد بالك من النقاط المهمه دي. طيب النقطه، انا هبدا اسد بقى بسرعه علشان ما عدش الحلقات السابقه. من التاريخ المرضي بقول لك، بسألك ايه نوع الألم؟ ايه ده هو الألم ليه انواع؟ تخيل حضرتك ما خدتش بالك ان وجع الضرس غير وجع العضلات بتاع الظهر. حضرتك ما خدتش بالك ان الوجع بتاع لسعة النار غير الوجع بتاع ان صباعك يتلوي. حضرتك ما خدتش بالك ان الوجع لما المفصل يحمر ويورم غير الوجع مثلا بتاع الكسر. انا عايز من حضرتك كلمة نوع الألم، عايز منك الألم ده شكله ازاي؟ حاجة كده زي تقل ورخمة، حاجة زي لسعة النار، حاجة زي ضربة السكينة، حاجة زي سكينة بتضرب فيا، حاجة زي الإبر، حاجة زي الشكشكة، حاجة زي الحرقان، حاجة زي السخونة. لازم الحاجات دي كلها انا بعرفها لك اهو عشان اعرفك ان كل كلمة بتطلع من بقك الكلام ده بيترجم عندنا الى امراض تانية، امراض معينة. فلما انت مش قادر تحدد انت بتصعب عليا المشكلة. فانا بحاول معاك علشان انت كل ما بتوصل لي المعلومة اسهل، كل ما انا بعرف اعمل بروسيسنج اعالج المعلومات اللي باخدها منك دي، فاقدر اقول لك التشخيص بشكل ادق. طيب ايه تاني ممكن نسأله في موضوع الهيستوري ده او في موضوع التاريخ المرضي؟ شدة الألم، هل الألم ده بيعجزك عنك تقوم بحياتك؟ هل ايه الألم ده بيمنعك من ايه؟ بيمنعك من الشغل، بيمنعك من الحركة، بيمنعك من القعدة. الألم ده بيخليك تصرخ ساعات. ممكن نقول الألم، اقول للعيان لو الألم من 1 لـ10 اسوأ ألم ممكن تشوفه في حياتك 10 درجات، واقل ألم ممكن تشوفه في حياتك هو رقم 1.
قول لي الألم بتاعك اللي انت جاييني بيه النهارده درجته كام تقريبا؟ الستات بيعرفوا الحكايه دي ببساطه جدا، يقول لي تقول لي الم اقوى من الم طلق الولاده، فده معناها عندها ان دي حاجه شديده جدا، وممكن تقولي معناها لا الم متوسط الم خفيف. مش معنى ان حضرتك تقول لي الالم جامد ان انا ههتم اكتر، لا خالص، معناها ان انا تفكيري هيروح للحاجات اللي بتعمل هذا النوع من الالم، وبالتالي هديلك تشخيص غلط، لان عندي حاجات تعمل الام جامده وحاجات تعمل الام متوسطه وحاجات تعمل الام خفيفه. فانا لما ما اعرفش منك نوع المك بشكل صح او تقول لي ده شديد علشان انا اخد بالي منك اكتر، دي معلومه غلط. مش شده الالم هي اللي بتخليني اخد بالي منك، انت حضرتك مريضي وحضرتك وثقت فيا، فانا بتعامل مع الناس كلها بشكل واحد، ويبقى لازم اخد منك المعلومه سليمه، وهتعامل معاك كانك مريض، سواء حضرتك جاي بحاجه في ضفرك او حاجه في قلبك، الاثنين عندي يساوي حاجه واحده، حاجه ارقتك ووصلتك لغايه الدكتور. اجي اقول لحضرتك كمان في الهيستوري او في التاريخ المرضي، الوجع بتاعك ده بيجي امتى في اثناء اليوم؟ يعني بيبقى الصبح اكتر ولا الظهر اكتر ولا بالليل اكتر؟ ممكن اسال حضرتك سؤال تاني، ايه اللي بيزود الالم؟ يجي العيان يقول لي ايه؟ هو انا اللي عارف يا دكتور؟ اقول له امال مين اللي عارف؟ انا لسه ما شخصتكش. انا بقول لحضرتك بتعمل ايه يجي الالم بعده؟ لو ما تعرفش قول لي ما اعرفش. الموضوع بسيط. لكن لو حضرتك عارف ان في حاجه معينه لما بتعملها بتزود لك الالم، يا ريت تقولها لي، دي معلومه هتفيدني. وهتفيدك بالتالي. فمثلا واحد يقول لي الالم بيزيد اول ما بصحى من النوم الصبح، وبعد ما بمشي كام خطوه الالم بيبدا يقل، او بقى في اثناء اليوم الالم بيروح. دي عندي مجموعه امراض غير مجموعه الامراض اللي بتيجي انا بصحى من النوم كويس ولما ابدا امشي وعلى نص اليوم ابدا احس بالتعب جامد وما اقدرش اكمل. دي مجموعه امراض ودي مجموعه امراض تانية. ايه اللي بيقلل الالم؟ يعني لو الالم بيزيد وانت واقف فبتضطر تقعد عشان ترتاح، لو الألم بيزيد وانت ماشي فبتضطر تقعد عشان ترتاح. ايه الحاجة اللي حضرتك بتعملها بتقلل لك الألم الشديد؟ نفترض مثلا واحدة بتقول لي انا بقف في المطبخ بحس ان ظهري هينكسر، او ما اجري اروح على السرير انام. هنا يبقى في المرحلة دي بس اللي انا عرفت فيها ان المريضة بتاعتي بتتعب من الوقفة، وايه اللي بيريحها. فالراحة دي بتمثل عندي انها تعبت من وضع معين، حملت على حاجة معينة، ولما راحت نامت ارتاحت، فدي حاجة، وممكن تروح تقعد فدي حاجة تانية. الاختلافات دي لازم تاخدوا بالكم منها، وهي مهمة جدا في تشخيص المرض بتاعنا. تاني حاجة هسألك عليها في تاريخ المرضي، ايه هي الاعراض المصاحبة لالام اسفل الظهر؟ اقول لحضرتك مثلا، هل في وقوع على الارض؟ هل حضرتك بتشعر بتنميل؟ هل حضرتك في لا قدر الله في عدم تحكم في البول؟ في ضعف في العضلات؟ ايه الحاجة بالظبط المصاحبة للمشكلة دي؟ هل درجة حرارتك بتعلى؟ ايه هي الحاجات اللي ممكن تحصل مصاحبة لموضوع الوجع؟ ايه هي الحاجة اللي لما بيجي الوجع حضرتك بتقول بتربط انا كل ما درجة حرارتي ترتفع انا ابدأ احس بالوجع بتاعي. افهم مرضك، حضرتك ان شاء الله هترتاح، والف سلام عليكم وبالشفاء ان شاء الله في الحلقة الجاية على اهم نقطة من نقط التشخيص، وهي الفحص الاكلينيكي للمريض، والف سلام عليكم. فاصل ونواصل. اهلا بيكم، معانا النهارده الحاجه نفيسه من السودان، عندها مشكله في الكتف، مفصل الكتف ومفصل الركبه، وهنسمع شكوتها. حاجه نفيسه، نعم.
كتفك. أيوة. بتقدري ترفعيه لغايه فين؟ احنا بنوصل كده ما بنقدرش. أيوة. اكتر من كده. ايوه اه ايوه اه ما كان بقدر اكتر. والركبه ركبتك كان بيوجعني. الركبه دي اخبارها ايه؟ والله بيوجعني زي زاك. اه انت لو تمشي عليها تقدرش تمشي عليها؟ اه بنمشي على العصايه. اه نسند على العصايه. اه السلام عليكم. والنهارده مع الحاجه نفيسه زي ما وعدناكم. ازيك يا حاجه؟ الله يسلمك يا دكتور. الله يسلمك. ممكن تورينا بترفعي ايديكي لفين دلوقتي بعد العلاج دلوقتي؟ ورينا كده بنرفع لغايه فين كده. أيوة. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. ايوه الحمد لله. طيب وركبتك الشمال اخبارها ايه؟ برضه كويسه الحمد لله. كويسه؟ ايوه بقينا بنقدر نمشي دلوقتي عليها. أيوة الحمد لله. الحمد لله. أيوة. انت عايزه تعملي الثانيه؟ ايوه ان شاء الله هنجي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب ممكن نقف؟ ايوه ان شاء الله ممكن نقف. انا بقول الف سلام عليك. الله يسلمك. ونرفع ايدينا لفوق. برافو. أيوة. برافو عليك. ايوه ان شاء الله. طيب نقدر نتمشى كده؟ ايوه نمشي ان شاء الله. ده بس تقيل شويه. كويس خلاص. أيوة. خلاص يا حاج. ومكملين مع الحاجه نفيسه برضو. نفس الاستاذ صديق هيشرح لنا اكتر التجربه اللي حصلت من ساعه ما نزلوا مصر وجم وبدات رحله المعاناه في البحث عن علاج للحاجه نفيسه. انا حبيت الاستاذ صديق ابن الحاجه نفيسه هو اللي يحكي لنا علشان اللغه واللهجه تكون اسهل شويه ويقدر يقول لنا بالتفصيل لان هو طبعا المرافق للحاجه من ساعه ما نزلت مصر. استاذ صديق أهلا مسافر يا دكتور. إزاي حضرتك وأهلا بيك في مصر. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يسلمك. ممكن تقول لنا الحكاية من أول ما ابتديتوا الرحلة من السودان لغاية مصر؟ تمام. طبعا أول حاجة كنا في حالة بحث عن دكتور صراحة. كنا في حالة بحث عن دكتور يعني الواحد يوصل للنتيجة اللي عايزها يعني. وسألنا كثير وكان طبعا انت عارف الواحد في حالة تردد وخوف من العمليات دي ومن الدكتوريات والدكتور اللي عملنا العملية دي. هي الحاجة كم سنة؟ الواحد كم 80 سنة دي. حاجة 80 سنة. ايوه. وطبعا لما جينا سألنا كثير ورحنا لدكاترة يمكن رحنا لأكثر من 3-4 دكاترة. نعم. كان رأيهم ايه؟ كان الرأي انه التقرير انه يغير المفصل الركبة. الحمد لله الحين الان ما كان كنا بنعاني في اللبس لما تجي تلبس ملابسها كان بنعاني كثير. الا واحد يوقف جنبها يلبسها وكذا كان لازم حد يوقف معاه يلبسها. ايوه ولا حتى اللبس السوداني ده ما يعني عايز اليدين يشتغل مو يد واحد يعني صعبه. والان الحمد لله بعد العمليه نتيجه مره كويسه وبعدين في وقت قصير جدا. طيب الحمد لله. الحمد لله من ذلك فضل الله. ايوه الحمد لله. وزي ما شفتوا حضراتكم كده قد ايه التردد الحراري والخلايا الجذعيه وعمليات التدخل المحدود سواء المنظار او الميكروسكوب الجراحي في عمليات فقرات العمود الفقري قد ايه الحاجات دي فتحت باب طاقه كبيره جدا للناس كانت بتمثل لهم مشكله كبيره العمليات الجراحيه. وزي ما سمعنا من الاستاذ صديق قد ايه كانت المده الحمد لله قصيره يعني احنا في خلال شهرين دلوقتي بدات تجيب الفول رينج او تحرك الدراع لغايه فوق خالص وتقدر تلبس لوحدها والكلام ده. زائد ان احنا اتنقلنا من مرحله ان احنا كنا بنمشي على كرسي متحرك لان دلوقتي لسه ما زال في صعوبه شويه في المشي ولكن بقى في مشي. كان الاول بنمشي على كرسي متحرك النهارده بقينا بنمشي. نفس المريضه عندها الرغبه في انها تعمل الكتف الثاني والركبه الثانيه لان لما شفت النتيجه على الناحيه الشمال بقت حابه الناحيه اليمين تبقى زي الناحيه الشمال وتقدر تتحرك. واهلا بيكم واهلا بكل اهل السودان يا استاذ. الله يسلمك. الله يسلمك يا دكتور. شكرا جدا جدا على اهتمامك بينا واستقبالك الحار. ربنا يخليك. الله يسلمك. اهل السودان هم الناس طيبين. الله يسلمك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حاج. ربنا يخليك. ورينا برضه رفعت ايديك. ورينا رفعت ايديك الشمال. ارفع ايديك. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يسلمك. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين.
أساسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الخير، مساء الفل على عيون كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وساعة ان شاء الله هنقضيها مع حضراتكم على الهواء، وهيكون عندنا اكتر من فقرة. فقرتنا الاولى هنتكلم فيها مع شريحة كبيرة بتراسلنا كتير، بتبعت لنا اسئلة كتير، وهي الناس اللي لونها غير او عايزة تفتح او عندها غمقان في وشها او في جسمها، وبالتحديد في ناس كتير او بتبعت لنا علشان موضوع الهالات السوداء. الناس دي مش عارفة تعمل ايه، ممكن يكون لونها غير من الشمس، من الخسية، من حاجات كتير جدا، من الحمل. كل الحاجات دي بتبقى أسباب لتغير لون الوش وغمقانه وبهتانه. في ناس كتير برضو بتبعت إن هي عندها في جسمها أماكن غامقة عن لونها الطبيعي. الموضوع ده بسبب إزعاج كتير جدا سواء للرجال أو للسيدات. احنا النهاردة هنتكلم مع الشريحة دي وهنعرف إيه الحاجة اللي ممكن تساعدهم في القضاء على مشكلة تغير اللون أو غمقان اللون. هنعرف أكتر عن وايت ويلو، الكريم اللي بيساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة الهالات السوداء، مع ضيفتنا العزيزة دكتورة دينا أبو السعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم ومنتجات أول بيوتي. ازيك يا دكتورة دينا؟ أهلا يا يمنى، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحقيقة الناس كتير بتراسلنا وبتبعت لنا، وممكن أنت يعني بتقابلي في من خلال التليفونات واحتكاكك مع الناس، أكتر حاجة بتزعج السيدات والبنات دلوقتي تقولك أنا نفسي أفتح، أنا لوني غير، أنا ما كنتش كده من سنتين ثلاثة مثلا، أو أنا عندي هالات سودة، أو أنا عندي أماكن في جسمي أغمق من لوني الطبيعي. عشان كده أنتوا أصدرتوا وايت ويلو. وايت ويلو هو هايل جدا في علاج تغير اللون وبيساعد على تفتيح البشرة، كلمينا عنه بقى. فعلا يا يمنى، يعني وايت ويلو لوشن العلاج الأمثل، العلاج السحري للهالات السودة. زي ما قلتي في ستات كتيره جدا ورجال ايضا بتعاني من الهالات السوداء، اثر حب الشباب بتضايق جدا يا يمنى.
طبعا وايت ويلو يقدر يعالج اثار حب شباب، وكمان يقدر يعالج اي مناطق داكنه في الجسم. بنات كتير بتعاني من الاندر ارم، بيبقى غامق بسبب عوامل وراثيه، بسبب ساعات جودرنتس معينه بتعمل غمقان وحش قوي تحت الجلد، او ساعات الوسائل التقليديه في ازاله الشعر تعمل غمقان بالظبط. في بنات كتير كمان بيعانوا من الركب الغامقه. يعني بشوف بنات صحابي لما بينزلوا مثلا لابسين ميني سكيرت بيحطوا فاونديشن، بيحطوا كريم اساس على الركب عشان بيقولوا لي ما نقدرش نمشي، رجلينا بيضة وركبنا سودة او ركبنا غامقة. فطبعا وايت ويلو لوشن عمل طفرة في موضوع انه يقدر يعالج التصبغات الجلدية الموجودة في الوش وتحت العين، وكمان الاماكن الداكنة من الركب والبيكيني لاين. كتير بنات بتعاني من البيكيني لاين، بيبقى غامق برضو نتيجة ازالة الشعر بالطرق التقليدية وكمان عوامل وراثيه. فطبعا وايت ويلو لوشن الامثل لعلاج كل التصبغات الجلديه. وعايزه اقول في حاجه مهمه قوي، ان هو يقدر يعالج كمان الحبوب، بيساعد جدا في علاج الحبوب. ازاي وايت ويلو لوشن يقدر يعالج الحبوب؟ لاحتوائه على الساليسيليك اسيد، ماده مهمه جدا موجوده في وايت ويلو لوشن، تقدر تزيل طبقه الجلد الميته. فعلى طول وايت ويلو لوشن اول ما بيستخدم بيزيل طبقه الجلد الميته، بيزيل الخلايا الميته، وبيقدر يشد البشره. بنات كتير وسيدات ورجال بيعانوا من الرؤوس السوداء يمنى، بيبقى شكلها وحش قوي عند المناخير، بتدي عدم ثقه بالنفس وفي الخدود. احنا كمان يمكن شايفين صور بتبين قد ايه الكوع، يعني الكوع ده بيبقى فعلا لو سيده او بنت جميله وكوعها مثلا، رجعوا لي صوره الكوع دي، كوعها فيه بالشكل ده بتبقى مزعجه، بتبقى جدا مزعجه شكلها، مش وبتضطر تلبس قمصان توكار عشان تداري المنظر، وساعات بتحط ميك اب كمان وبيبقى مكرمش كمان يا دكتوره. هتقولي الصوره بقى اللي بعدها. الايدين يا جماعه برضو من الحاجات المهمه جدا، انتوا شايفين بيبقى فيه اللي هي العقل بتبقى اغمق كمان يا يمنى. طبعا كريم وايت ويلو لوشن بيوحد جدا وبيفتح جدا الايد، وكمان بيعمل موسترايزنج، بيعمل رطوبه حلوه قوي. عندنا بنات كتير برضو عندها مشكله، ممكن بنت مثلا سيده بتقف في المطبخ كتير، بتغسل اطباق، بيبقى ايديها ناشفه جدا من الميه. طبعا وايت ويلو لوشن بيديكي رطوبه حلوه قوي. احيانا السيدات بيبقوا مثلا مكسوفه تسلم بايديها لان ايديها ناشفه وفيها تشققات. طبعا وايت ويلو لوشن الحل الامثل. وكمان في حته مش عايزين ننساها ابدا للكعب يا يمنى. يعني ستات كتيره برضو، احنا داخلين في فصل الصيف كلنا عايزين نلبس شباشب وننزل، كلنا عايزين نلبس صنادل وننزل. كتير تقول لي لا، حتى من صحابي يا بنتي انت لسه هتلبسي جزمه وشراب وحر جدا. تقول لي يا دينا انا عندي مشكله الكعب متشقق، اولا بيوجع جدا، ثانيا بيدي عدم ثقه في نفسها خالص. طبعا وايت ويلو لوشن في اويلز وفي زيوت، من الويت جيرم اويل ده زيت جنين القمح، من السيليكون اويل، من البارافون اويل، كل الحاجات دي بتعمل رطوبه وبتعمل نعومه حلوه جدا حتى على الكراكت سكين. يعني هو مش بس بيعالج التصبغات والهالات السوداء، النمش، احنا داخلين في فصل الصيف، الناس النمش بيزيد معاها قوي مع الشمس طبعا. فهو طبعا يقدر يعالج حتى النمش، يقدر يوحد لون البشره ويفتحها بشكل عام. يعني انا الناس اللي بتبعت لي دلوقتي تقول لي انا عايزه افتح، وايت ويلو هيخليها تفتح؟ هيخليها تفتح وهيخليها يديها نضاره عاليه قوي ويديها حيويه في بشرتها. ازاي يقدر يفتح؟ لان هو بيحتوي على مكونات زي الليكورش اكستراكت، ده زيت مستخلص عرق السوس، والكولجيك اسيد، الاثنين دول بيقدروا يفتحوا الجلد لانه بيشتغلوا على الميلانين وبيقللوا افراز الميلانين، بيرجع افراز الميلانين لحجمه الطبيعي، واوريدي بيفتح البشره، وكمان بيزيل طبقه الجلد الميته. لان انت عارفه الخلايا الميته اللي بتبقى موجوده على البشره اوريدي بتطفيكي، ما بتديكيش الكاريزما اللي انت عايزاها، ما بيخليش وشك منور. فطبعا وايت ويلو لوشن بيديكي نضاره عاليه قوي وبيفتح بشرتك. ده انا عايزه اقول لك على حاجه كمان حصلت لي مع واحده صاحبتي، انا كنت مسافره، كان قصه بقى كانت كارثه معاها. يا بنتي مالك في ايه؟ انا نسيت وايت ويلو في مصر وحياه ربنا مش عايزه تنزل. قلت لها لا، وانا مش مسافره اخر بلاد العالم عشان هنقعد نعيط نسيتي وايت ويلو؟ بتقول لي فعلا انا ما بقتش اقدر استغنى عن وايت ويلو. بيغنيها، بتقولي انا عن نفسي غناني عن الميك اب، بيفتحها وبينورها وبيعالج اي هالات سوداء، اي اثار حب شباب. فاوريدي انت بس الفكره في الهالات السوداء دي، الهالات السوداء دي مزعجه. طبعا مزعجه. يعني هم يستخدموه بقى ازاي الهالات السوداء؟ يعني يحطوه بقى كده؟ بيبقى فيري سمول اماونت على طول، نقول بيستخدم صباحا ومساء. انت برضو هو بامب وبتحطيه تحت العين والوش كله، فيري سمول اماونت، هو لوشن مش كريم، هو سريع الامتصاص ودي حاجه كويسه قوي.
وبتبتدي توزعي عكس الجاذبيه الارضيه، وكمان القوره والرقبه، لان كتير بيبقى عندهم الرقبه غامقه كتير فعلا. فور الرقبه برضو من تحت لفوق هو بيمتص بسرعه جدا. لو هنستخدمه مره واحده على طول بقول بالليل اكيد احسن، لان سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى كتير من الصبح. لو هنحطه الصبح مش محتاجين ان احنا نحط باقي الشمس، لان وايت ويلو لوشن بيحتوي على التيتانيوم دايوكسيد اللي هي الماده اللي بتقدر تحمي من اشعه الشمس الضاره. وهو الميزه فيه كمان انه بينفع للجسم كله مش للوش بس، يعني تقدروا تستخدموه في الجسم كله وقبل ما ننزل. يعني هو مش هيسيب طبقه دهنيه تلبسي على على ان جسمك يلزق وتلبسي، لا ده هو بينشف خالص. مهم قوي كمان اقول احنا عندنا مشكله مع سيدات وبنات كتير اللي هو التصاق الفخذين، وبالذات في الحر زياده الوزن طبعا، وزياده يعني الوزن والمشي كتير بيحصل اسمرار عند الفخذين وساعات حبوب. فوايت ويلوش بيديك رطوبه في الحته دي ويقدر يفتح لك الغمقان اللي حصل بين الفخذين، فهو اوريدي ينفع لجميع مناطق الجسم كمان، ودي حاجه حلوه قوي في وايت ويلو لوشن. لان زي ما قلت لك كتير بنات ما بيبقوش عايزين يلبسوا كات عشان ما يقدروش يرفعوا ايديهم من الغمقان اللي تحت، مش عايزين يلبسوا ميني عشان ركبهم غامقه. فطبعا وايت ويلو لوشن الحل الامثل لعلاج اي غمقان، وكمان بيساعد جدا في الحبوب. مهم قوي اقول الموضوع الحبوب. وبعدين انتوا كمان عاملين عرض عليه، عاملين خصم. طبعا شركه اول بيوتي عامله خصم حلو قوي، 30% خصم عن سعر وايت ويلو لوشن الاساسي. فطبعا خصم حلو قوي، يا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تلحق الخصم، لان الخصم على فتره محدوده. وايت ويلو منتج مرخص من وزاره الصحه المصريه، يا ريت نشوف التراخيص بتاعته على الشاشه دلوقتي. وده كويس جدا لان طبعاً في ناس كتير بتسال على الموضوع ده. على طول بقول محدش ياخد اي بيلز او اي كريمات مش مترخصه. ماشي. طبعا وايت ويلو لوشن مرخص من وزاره الصحه المصريه، امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا، بيستخدم لجميع انواع البشره. يعني تقولي بشرتي دهنيه هل ينفع وايت ويلو؟ ينفع وايت ويلو. بشرتي جافه، هو بيستخدم البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه والبشره العاديه. مهم قوي اقول ان هو في مكونات تقدر تقضي خالص عن الهالات السوداء زي الكوجيك اسيد وزي الليكريش اكستراكت. الكوجيك اسيد كمان امن جدا لانه حمض عضوي مش كيميائي. يمكن كتير بقوا يستخدموا الكوجيك اسيد على الفاكهه، مش كتير لما بنجيب فاكهه او نقطعها بتقعد فتره لونها بيغمق، فبيحط الكوجيك اسيد عشان هو فيه مضادات اكسده، بتفضل الفاكهه محتفظه بنضارتها. حتى احيانا في الكوجيك اسيد، في الكوجيك اسيد دي من اهم الانجريدينتس اللي تقدر تفتح البشره وتعمل انتي اوكسيدنت، يعني بتحارب من شيخوخه البشره. كمان النتيجه بتبان بعد قد ايه يا دكتوره دينا؟ عشان في ناس كتير قوي تقول لك طب يعني النتيجه هتبان بعد قد ايه واحنا داخلين على صيف والمناسبات بقى والحاجات والعرايس، و يعني بيبقى في ناس عايزه تعرف عايزه بسرعه. طبعا وايت ويلو لوشن بيدي نتيجه على طول من اول اسبوع، بيدي نتيجه حلوه قوي. عندي صحابي بيستخدموه قالوا لي احنا من اول ده احنا شفنا نتيجه النضاره والتفتيح. بيقعد قد ايه؟ واهم حاجه التفتيح ده. طبعا هو اهم حاجه التفتيح. احنا عندنا في مصر كتير جدا عايزين يفتحوا، وعلى فكره هو مش بس بيوحد لون البشره او بيعالج الهالات السوداء او اثارها بالشباب، هو بيفتح البشره بشكل عام لانه بيشيل كل الطبقه الميته والخلايا الميته من على البشره. ففي ناس كتير عملاء افتحوا على طول من اول الاستخدام. بيقعد قد ايه بقى يمنى؟ انا مش بقدر احدد لان كل واحد بيستخدمه في منطقه معينه. صح بالظبط. يعني ممكن حد بيستخدمه للوش بس، ممكن سيده تستخدمه للوش والاندر ار، ممكن على الجسم كله. فما بعرفش احدد حسب المشكله. حسب المشكله، بس بتشوفي نتيجه من اول الاستخدام كمان. طيب والكلف؟ الكلف ده مشكله ساعات، في ناس بيبقى عندها كلف هنا في الحتت دي. والحوامل كمان عادي يستخدم هايل الكلف. هايل لموضوع الكلف. على طول بنصح الستات الحوامل تستخدمه، هو امن جدا من بعد الشهر الثالث نستخدمه عشان نعمل حمايه من ظهور الكلف. طبعا وايت ويلو لوشن هايل للكلف والنمش وكلف الرقبه زي ما قلت يا يمنى كمان. وهايل جدا للهالات السوداء، لان ممكن تكون بنت ما عندهاش اي مشكله، عندها بس عدم ثقه في نفسها وانس ان هي شافت شويه هالات سوداء تحت العين. فهو هايل كمان للكلف والهالات السوداء. طب انت تنصحي انه يستخدم على المنطقه المصابه بس، ولا ممكن عادي يعني مثلا لو واحده عندها هالات سوداء مثلا بس هنا تحطه بس في الحته دي، ولا تعمل بقى وشها؟ هو تستخدمه على وشها كله عشان هو اوريدي بيدي نضاره حلوه قوي، في انتي اوكسيدنت،
انتي اوكسيدنت، في فيتامين اي وسي، دول بيدوا نضاره عاليه قوي، في الكوجيك اسيد. فانا انت تركزي تحت العين واوريدي برضو تضغطي وتحطي على وشك كله. اولا بيعمل حمايه من اشعه الشمس الضاره، اوريدي بيحتوي على مضادات اكسده فبيمنع من ظهور علامات التقدم في السن كمان مع وايت ولولوشن. بس في الجسم تحط على المكان نفسه؟ طبعا، يعني لو الاندر ارم او البيكيني لاين او الركب او الكوع تحطي على المنطقه نفسها. على المنطقه نفسها بيستخدم، عايزين نستخدمه صباحا ومساء. لو هنستخدمه مره واحده بس اكيد على طول بقول مساء احسن، لان سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى. لو هنحطه برده الصبح هنحطه وهنلبس على طول، لان هو لوشن. ليه ما عملناش وايت ويلو كريم؟ لان الكريم بيبقى اويلي بيز، بيلزق الكريم وما بيبقاش سريع الامتصاص يا يمنى. فاللوشن احسن من الكريم لانه بيبقى سريع الامتصاص، تقدري تحطيه في المناطق الداجنه وتلبسي ما فيش اي مشكله. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها هو حاجه خاصه بالسيدات، منتج نسائي وهو نايرينا. تكلمينا عن نايرينا وايه وظيفته وايه هي مكوناته وازاي التاثير بتاعه. نايرينا ده فاجينال ووش، من اهم منتجات للستات للسيدات او الانسات، لانه هو اولا هو منتج للفاجينا عامه، يقدر يعالج اي التهابات في البشره، اي حكه، اي اتشنج، او حتى باد اودر او ريحه غير مستساغ فيها. واحيانا كتير بنات بتعاني من الديسشارج اللي هو الافرازات الغير مرغوب فيها. طبعا نايرينا يقدر يقضي عن كل المشاكل دي، لانه بيحتوي على الترايكلوزان. الترايكلوزان ده بكتيري سايدل واسع المدى، يعني نايرينا مش بيشتغل مضاد للبكتيريا كلها، كلها بكتيريا، فطريات، فانجس، مضاد لكل انواع البكتيريا، فما بيشتغلش على بكتيريا واحده. فدي حاجة مهمة قوي. وكمان ليه ميزة مهمة قوي، ان هو بيقدر يرجع العضلة المترهلة للسيدات في الجهاز التناسلي لدى المرأة. طبعا انت عارفة احنا الستات اللي بتولد طبيعي بيحصل لها ترهل شديد في هذه المنطقة، فطبعا غسول نايرينا الوحيد اللي يقدر يرجع الجهاز التناسلي لحجمه الطبيعي. مهم قوي اقول ان نايرينا بيحتوي على الالوفيرا، ده اللي بيقدر يعمل تايتنينج او يقدر يرجع الجهاز التناسلي لوضعه الطبيعي. كمان في المنتول والروز اكستراكت، طبعا بيعمل ريحه كويسه جدا، وكمان بيعمل سوذنج افكت، بيعمل تبريد للمنطقه. يعني كتير من الستات ممكن بيبقى عندها التهابات مش بس من البكتيريا يا يمنى، ممكن يحصل لها التهابات وقت البيريود، ممكن يحصل لها التهابات من البيرث كنترول، ممكن في الحمل حتى اللوب احيانا يعمل التهابات. في عندنا مشكله كمان ان في سيدات وبنات لما بياخدوا شاور، بياخدوا شاور بالجيل ووش العادي. ده مش صحي خالص. على طول اقول الجيل ووش ده للجسم، لكن منطقه الفاجينا لازم نستخدم نايرينا لانه طبي. كمان نايرينا طبعا واخد ترخيص من وزاره الصحه المصريه، امن جدا. بنات اللي هو غير متزوجات بيستخدموه، لازم تشطيف خارجي وبالذات بعد البيريود. مهم قوي ان احنا نشطف خارجيا. سيدات بيستخدموه تشطيف داخلي وخارجي، لو السيدة حامل بيبقى خارجي فقط. طيب نايرينا كمان عليه عرض؟ طبعا نايرينا عليه عرض حلو قوي، عاملين 30% خصم عن سعره الاساسي. نايرينا ازاي بيستخدم؟ احنا بنخففه، يعني على الغطاء بتاع نايرينا بنخفف عليه 200 ملي ميه فتره وبنشطف بيه. نايرينا عليه عرض طبعا 30% خصم من قيمته الاصليه كمان. طيب يبقى احنا نايرينا ده منتج خاص بالسيدات وبالانسات، ودكتوره دينا قالت ازاي بيستخدم بالنسبه للسيدات وازاي بيستخدم بالنسبه للانسات. يبقى احنا مش لازم يا يمنى ان احنا نستخدمه لو عندنا التهاب، احنا نستخدمه كوقايه. مهم. وبعدين ما حدش مثلا يقول ايه ده مستخلص الصبار، يبقى خلاص نحط مستخلص صبار وما نحطش نايرينا. مستخلص الصبار اللي في نايرينا طبي. لو جبنا هو اي حد، هي المكونات عامه بتاعت اي حاجه ما ينفعش ان احنا نجيبها ونستخدمها كده من غير معالجه طبيه. هيحصل اريتيشن رهيب، لان بيحصل بي اتش امبالانس. طبعا حته الفاجينا بيبقى ليها بي اتش معينه. فمستخلص الصبار اوريدي طبي ان هو اتعمل ببي اتش مناسبه للفاجينا، لكن لو اخذنا جبنا مستخلص صبار وحطيناه هيحصل لنا اريتيشن ومشاكل رهيبه جدا. هو اي حاجه عامه، يعني في ناس ممكن تقول لك طب ما انا ممكن اجيب مثلا اي حاجه واستخدمها. لا، يعني بيبقى في معالجات طبيه. طبعاً. لانه اي حاجه ليها يعني اي حاجه طبيعيه بدون معالجه بيبقى لها اثار ممكن تكون جانبيه. أكيد. فالمعالجه الطبيه دي مهمه جدا. طبعا. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن وايت ويلو اللي بيساعد على تفتيح لون البشره. اعتقد ان الستات كتير قوي دلوقتي
هتبقى مبسوطه قوي لان هم ما كانواش عارفين يعملوا ايه، يعني نفسهم يفتحوا صح. عندهم مشاكل مش عارفين يعملوا ايه ولا يستخدموا ايه، ويقولوا لك قولي لنا وصفات ولا بتاع يعني صح. الوصفات دي طبعا برضو انا ما اقدرش اقول وصفات لانه ليها ممكن تكون اثار جانبيه او ممكن تكون انت عندك حساسيه من حاجه معينه ما بتنفعش ما ينفعش. لكن لما تبقى حاجه طبيه دي بتبقى وبالذات احنا داخلين في صيف وبحر وأشعة الشمس هتبقى قوية جدا، فعلى هي قوية من دلوقتي احنا استوينا هي قوية من دلوقتي أيوة. فلازم نستخدم لوشن وايت ويلو بجد الحل الأمثل لتفتيح البشرة، علاج الهالات السوداء، أثار حب الشباب، يقدر يساعد كمان في علاج حب الشباب ويقدر يشد الجلد ويدي يعني يساعد في علاج حب الشباب طبعا. كمان لانه بيحتوي على ساليسيليك اسيد. ايه الماده تقدر تساعد في علاج حب الشباب؟ الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد ده الانجريدينت اللي يقدر فعلا يعالج حب الشباب. فطبعا انت هتعالجي حب الشباب وهتعالجي اثار حب الشباب وهتدي نضاره وحيويه للبشره كمان. طيب تقول لنا اخر مره العرض اللي انتوا عاملينه في اول بيوتي قبل ما نختم الفقره. اوكي، منتجات اول بيوتي وايت ويلو لوشن وكمان نايرينا الفاجينال ووش عاملين عليه خصم 30% من قيمته الاصليه. ان شاء الله كل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تستفاد بالعرض وهتتبسط جدا جدا من منتجات اول بيوتي كمان. بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية كتير بعد الفاصل، انتظرونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. لما نتكلم عن الذهب وقيمة الذهب وازاي زمان كانوا يستخدموا الذهب في الحفاظ على شبابهم الدائم، وانه الذهب يعني مادة خام او حاجة غالية جدا جدا، فلما الذهب يتحط في كريم او في منتج فطبيعي انه المنتج ده يبقى منتج فخم اكيد يعني هيعجب بيه ناس كتير جدا، لانه مكوناته كلها وخاصة الذهب يعني بتعمل على علاج جميع مشاكل البشرة للسيدات او للرجال. وطبعا انتوا عرفتوا احنا هنتكلم عن ايه النهارده، عن ماسي دورو جولد اللي اتكلمنا عنه كتير، والحقيقه يعني اقبال الناس عليه كبير جدا، واثبت في فتره قليله نجاح
كبير وانتشار كبير. وطبعا يعني انا في رايي انه ما فيش حاجه بتنجح وبتنتشر وبيبقى في اقبال عليها جامد كده الا اذا كانت فعلا حاجه فخمه وحاجه كويسه وحاجه بتعالج المشاكل البشره المختلفه. هنتكلم عن ماسي النهاردة وهنعرف معلومات أكتر عنه مع ضيوفي الأعزاء دكتورة حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم ودكتورة دينا نجيب أحد أعضاء الفريق الطبي في شركة ماسي فارم. أهلا يا دكتورة حنان. أهلا يا دكتورة دينا. دكتورة حنان يمكن أنتوا في فترة قليلة انتشرتوا بشكل كبير، يعني أنا ما بروح في أي حتة بره مصر عارفين ماسي بره مصر فيعني عارفه انتشار كبير جدا. وبعدين الانتشار ده ما بيجيش بسهوله، يعني اكيد مصر. في مجهود عشان يحصل الانتشار ده. هي فعلا شركه ماسي فارم فضلت 6 سنين ابحاث يا يمنى عشان نطلع ماسي دورجول، فطبعا 6 سنين تم فيها انتقاء افضل المكونات المهمه جدا للبشره، المغذيه جدا للبشره، القيمه جدا للبشره، علشان تقدر تبقى كورس علاجي متكامل للبشره لمده 6 شهور. دايما بنقول ان ماسي دورجول مش بس كريم تجميلي يا يمنى، لا هو كريم علاجي. يعني ايه علاجي؟ يعني بيعالج كل الديفوهات او كل عيوب البشره اللي موجوده، سواء كان هالات سودا، البقع الداكنه، التصبغات الجلديه، اثار حب الشباب، الكلف، النمش، التجاعيد طبعا من الدرجه الاولى. ماسي دورجولد من اقوى المكونات الموجوده في الماركت لعلاج التجاعيد وعلاج الخطوط الرفيعه او التعبيرات الوجهيه. وده طبعا بفضل ان ماسي دورجولد فيه 56 مكون، ما بالك يا يمنى احنا لما بنبقى مثلا حابين مكون بيبقى فيه 10 20 مكون، ماسي دورجولد فيه 56 مكون من اكتر المكونات المفيده جدا للبشره واللي بتقدر تعالج كل الحاجات اللي احنا قلناها. يعني 56 مكون يكون هما مكتوبين ورا كده مرصوصين ورا على العلبه، طبعا مش هنقدر نقولهم كلهم. هو لو الكاميرا بس تجيبهم يعني هو 56 طبعا، يعني في كتير جدا كلها كتير. مكونات غنيه جدا ومفيده جدا للبشره، ويعني حاجات كلها من الشرق ومن الغرب، في حاجات مكونات جايه من الهند، مكونات جايه من جنوب شرق اسيا، مكونات جايه من دول الخليج، مكونات، فهتلاقي كل المكونات دي جايه من اوروبا طبعا لان هي مصنوعه في ايطاليا. فماسي دورجولد غني جدا جدا بال 56 مكون اللي جايين من الشرق والغرب علشان نقدر نعالج البشرة وندي النضارة والحيوية اللي احنا عايزينها. يمكن يا دكتورة دينا كمان فكرة انه 10 سنين هتبني اصغر دي حقيقية، وفي ناس كتير جدا بعد ما استخدمت ماسي حست بالفرق وحست قد ايه بشرتها صغرت طبعا. وشكلها صغر ومشاكلها اتعالجت. فالدهب دوره ايه بقى في الموضوع ده؟ هو طبعا ماسي دوره جولد خلاص بقى معروف باسم كريم الدهب. خلاص احنا ممكن من الناس مش حافظة او الاسم مش سهل، فلا احنا عايزين نسأل على كريم الذهب. فماسي دورجولد طبعا هو حاجة يونيك جدا جدا في الماركت، وده بسبب طبعا وجود الجولد بارتكلز. فالجولد بارتكلز دي من الدرجة الاولى طبعا بتشتغل على معظم مشاكل البشرة. من اول حاجة طبعا واكتر حاجة احنا بنخاف منها وبنقلق منها التجاعيد او الخطوط التعبيرية. الجولد بارتكلز قدرت تشتغل على التفتيح من الدرجة الأولى. احنا عندنا مشاكل البشرة، سواء التجاعيد، سواء مثلا الهالات السوداء، البقع والتصبغات كلها من كلف، نمش، أثار حب شباب، قدر ماسي دورجولد ان هو يعالج المشاكل دي تماما. وان هو مثلا بيعالج لي كل المشاكل دي في خلال 6 شهور، قدر ان هو يخليني ان انا شكلي ابدو اصغر 10 سنين. يعني النتيجه تبان بعد قد ايه؟ 6 شهور. هي نتيجه ماسي دورجولد انا شهر بعد شهر بيحصل تحسن. اوكي. مشاكل البشره احنا بنقول ان هي بتتعالج او احنا بنشوف تحسن تدريجي. تدريجي بالظبط. انا شهر بعد شهر من استخدامي الماسي دورجولد بيبقى فيه تحسن تدريجي، ان انا لو عندي بقع بتبتدي شهر بعد شهر تفتح لحد ما اوصل للون الاصلي. يعني هو كورس يا دكتوره دينا لازم بنستخدمه للاخر للست شهور، وعلى وشهر بعد شهر بتبان ان النتيجه بتاعت المشكله دي تختفي. اكيد طبعا اكيد. هو بعد شهر بعد شهر انا بحس بتحسن لحد ما اكمل كورس 6 شهور. احنا على طول بننوي يا جماعه ان انا عندي مشكله في البشره، انا عندي تجاعيد، عندي هالات سوداء، عندي بقع وتصبغات، انا لازم يبقى عندي التزام ان انا استعمل الكريم الصبح وبالليل لمده 6 شهور
يقضي يعني يخليني في خلال الست شهور دي المشكله تختفي معايا تماما، ما احتاجش بعد الست شهور ان انا احط مثلا ماسي تاني او ان انا استخدم اي حاجه تانية. بالعكس هو هيخليني يعني هيغنيني عن اي كريم للعين، اي سيرم للهالات السوداء، اي مثلا كريم ليل، كريم نهار، كريم يعني هو بيغني عن كل الكريمات اللي احنا كنا بنستخدمها قبل كده، سواء كان كريم عين او سيرم او كريم ليل نهار، هو في كل المكونات اللي في الكريمات التانية دي. طبعا طبعا هو بيشتغل على جميع مشاكل البشر. هي طبعا فيما عدا الحبوب، الحبوب النشطه دي حاجه دي تانية دي خالص. انا بتكلم عن البقع، التصبغات، الكلف، النهمش، اثار حب الشباب، التجاعيد، الخطوط التعبيريه، كل ده ماسي دورو جولد قدر ان هو يحله في خلال 6 شهور كورس مكثف. بيوفر لي وقت كبير جدا يا يمنى. انا مثلا لما استعمل مثلا 5-6 كريمات في اليوم هستعمل واحد وهنسى الثاني. فماسي لا، ماسي دورو جولد وفر عليكي تماما ان انت تستعملي كريم واحد بس يقضي لك على كل مشاكل البشره الصبح وبالليل في خلال 6 شهور. دكتوره حنان، ماسي مرخص من جهات كتير مش من جهه واحده، وده يمكن اللي بيضمن ناس كتير قوي تقول لك طب انا النتيجه ايه اللي هيضمني ان هو يجيب معايا نتيجه؟ تمام. افتكر كميه التراخيص الكتير اللي انتوا واخدينها دي كتيره فعلا يا يمنى. ماسي دورو جولد حاصل على 3 تراخيص من 3 دول مختلفه. ماسي دورو جولد حاصل على ترخيص وزاره، لو التراخيص بقى تتعرض على الشاشه، حاصل على ترخيص وزاره الصحه المصريه، حاصل على ترخيص حكومه دبي، وحاصل كمان على ترخيص دول الاتحاد الاوروبي. فثلاث دول مختلفه او 3 تراخيص مختلفه من 3 جهات مختلفه، ده بيعني لي يا يمنى ان ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في علاج التجاعيد كحل فعال جدا من الدرجه الاولى. هو الدرجه اولى تجاعيد بالظبط، وكمان عيوب البشره مش بس تجاعيد، بدليل ان في ناس سنهم صغير جدا يا يمنى بيستخدموه، في ناس ما عندهمش مشاكل واستخدموه بيقول لك بيحلي، ممتاز بيحلي فعلا بيغير. احنا في عملاء كتيره جدا بيتصلوا في الكول سنتر بيقولوا فعلا احنا لما استخدمنا ماسي كنا جايبينه من باب الفضول ان احنا بس نشوف يعني منتج الذهب ده هيبقى عامل ايه مع بشرتنا وكده. فعلا لما استخدموه بيتصلوا بيشكرونا فعلا، وبيشكروا شركه ماسي فارم ان فعلا غير 180 درجه يا يمنى شكل البشره. من قد ايه البشره كان فيها شحوب وكان فيها تعب بقت بشره بيرفكت، ما فيهاش اي مشاكل، ادت نضاره وحيويه للبشره، ما بقوش يستخدموا ميك اب. يعني هو بيغني فعلا عن الميك اب طبعا بشكل كبير جدا مع الوقت، فعلا مش هتحتاجوا خالص مع الاستخدام انكم تحطوا اي ميك اب. نروح لتقرير. يلا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The 6 actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا.
ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة حنان، يمكن شفنا في التقرير ان انتوا عندكم فروع كتير طبعا. مش بس موجودين في مصر، يعني اي حد على مستوى العالم يقدر يتواصل معاكم ويحصل على ميسي. مظبوط، تقول لنا الفروع. هو فعلا ميسي فارم عندها كذا فرع، في فرع رئيسي في ايطاليا اللي هو ميسي فارم ايطالي، في فرع في جمهوريه مصر العربيه مقره القاهره، وفي فرعين في دبي يمنى، فرع ميسي فارم جلف في جبل علي المنطقه الحره، وميسي فارم كوزماتكس المستحضرات التجميل في دبي، وقريبا جدا ميسي فارم في USA بقى بلد الجمال مقره فيلادلفيا. يعني انتوا مغطيين مساحه كبيره، يعني مساحه كبيره من الشرق والغرب بقى. الناس دي كلها بتقدر تتواصل معاكم يا دكتوره حنان؟ يعني لو واحد في امريكا مثلا، يعني في ناس بتبعت لي على الصفحه بتاعتي من امريكا بتسالني. طبعا، هو بيبقى في ارقام ظاهره على الشاشه يمنى، بيبقى فيها من جميع انحاء العالم ممكن يتواصلوا معانا، في ارقام خاصه بجمهوريه مصر العربيه وارقام خاصه في دبي، وكان عندنا كذا صفحه على السوشيال ميديا كلها صفحاتنا ميسي فارم، في كذا اسم كلها تبعنا، فاي حد حابب يتواصل عندنا يا اما بارقام التليفون يا اما بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كتير قوي يا دكتوره دينا بيسالوا على موضوع السن، يعني بيقولوا هل ميسي بتاع سن معين او بتاع مثلا بشره معينه او لون معين؟ يعني الموضوع ده بيشغل ناس كتير. طبعا طبعا، ان هو بيبقوا قلقانين، يعني انا مثلا لو بشرتي دهنيه لا انا صعب ان انا استخدم مثلا اي كريم او اي حاجه. هو ميسي دورو جولد بقى يعني ايه، حللي بقى المشكله دي فعلا من اي تو زي، يعني مفيش اي بشره في مصر او اي بشره في العالم كله او اي لون بشره ان هي تقدرش تستخدم ميسي دورو جولد. ماسي دورو جولد اولا هو معمول بتقنيه عاليه جدا جدا اللي هي النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي اللي هي ايه، ان احنا عندنا جزيئات كريم ماسي دورو جولد بتبقى صغيره جدا جدا، تقدر تخترق اي بشره بسهوله، ما تسيبش اي اثار دهنيه او اي اثار زيتيه على البشره. فالبشره كده احنا حلينا مشكله البشره الدهنيه. البشره الجافه احنا عندنا ماسي دورو جولد فيه عناصر ترطيب عاليه جدا جدا، فبيبقى مناسب جدا للبشره الجافه. البشره الحساسه احنا عندنا برضو عناصر اللي هي بنسميها مضاد للالتهابات انتي انفلاماتوري، فبتقدر اي بشره حساسه، وعشان كمان معظم مكونات ماسي دورو جولد طبيعيه فبتقدر تستخدمه بشكل امن جدا. والبشره العاديه او المختلطه نفس الكلام، مفيش فيه اي مشكله. لكل الوان البشره ماسي دورو جولد ما بيميزش ما بين الوان البشره، لا انا البشره الفاتحه، البشره الخمريه، البشره السمراء، اي حد يقدر يستخدم ماسي دورو جولد. نقدر نقول انه لكل مشاكل البشره بصرف النظر عن هي لونها ايه. بالظبط، هو ما بيفرقش ما بين الوان البشره، ما بيفرقش ما بين انواع البشره، ما بيفرقش ما بين ده راجل ولا ست. يعني احنا لا، ماسي دورو جولد مناسب جدا للرجال والسيدات. اي حد يقدر يستخدمه. هو مثلا الراجل مثلا ما بيحصل له بقع وتصبغات، بعد فتره السن وكده بيظهر معاه تجاعيد، الشباب عندهم بعض الخطوط بتعجز بدري اكتر. هي طبعا احنا على طول من الزمن جاي علينا. الزمن جاي علينا، ايوه، نقعد نشتكي بقى دلوقتي. بنعجز بدري بالظبط كده، وبس بنسمر يعني بسرعه، بيبانش برضو علينا، يعني برضو هنستخدم ميسي ومش هيبان علينا ولا هتفرق. هتستفيد. الرجال والسيدات، الرجال والسيدات ماسي فعلا ما بيفرقش ما بين اي حد. انا عندي مشكله جلديه، عندي مشكله في البشر، عندي بقع وتصبغات، عندي كلف، عندي نمش، عندي اثار حب شباب، عندي التجاعيد، الخطوط التعبيريه، رجل او سيده، اي نوع بشره، اي لون بشره، لا ماسي دورو جولد قدر ان هو طبعا يحل اي سن. اي مشكله السن، اي مهم. سن السن بقى احنا بنقول ان ماسي دورو جولد هو منتج وقائي علاجي تجميلي. فكلمه وقائي دي يعني ايه، انا بقدر استخدمه من سن صغير، تمام، اللي هو مثلا من سن 18 سنه. من سن 18 سنه انا عايز احافظ ان انا لسه صغيره ولسه بشرتي صحيه، انا عايز احافظ عليها. مش عايز ان هي اخر معايا تماما علامات التقدم في السن، احافظ عليها من الشمس. ان احنا عندنا مثلا ان ماسي دورو جولد فيه ماده مهمه جدا اللي هي التيتانيوم دايوكسيد، اقدر استخدمه كسان بلوك فيحميني تماما من اشعه الشمس، وان انا يحصل لي بقع او تصبغات جلديه. فماسي طبعا منتج وقائي ان انا اقدر استخدمه من سن 18 سنه، مع بقى تقدم العمر مثلا في سن العشرينات بتظهر مثلا معايا بعض الخطوط التعبيريه، بيظهر تصبغات، بعد مثلا الثلاثينات والاربعينات مثلا بيظهر معايا التجاعيد. فلا، ماسي دورو جولد قدر ان هو يغطي كل الاعمار. طيب طريقه الاستخدام بتكون ازاي يا دكتوره حنان؟ عشان في ناس كتير قوي فاكره ان الموضوع
كبير بقى وتحضير وبيع وحاجات كده. لا هو الطريقه بسيطه جدا يا يمنى. احنا بنستخدم ماسي دوروجولد على احنا زي لازم بننوه طبعا. ماسي دوروجولد يا جماعه عباره عن بامب يعني اتومايزر زي ما احنا شايفين الموديل كده. بتحط على ايديها بنحط على اهو بصي ده بامب او اتومايزر ان انا ضغط. بحط ضغط بحط من 4 لـ5 ضغطات على كف الايد وبعدين ببتدي اوزعه على البشره بطريقه من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. تحسي مورده كده ده هنا بعد ما حط طبعا ماسي دوروجولد. احنا دايما بنقول ان في حمار بيبقى فيه على البشره. الحمار ده الناس ما تقلقش منه خالص. ده بيبقى نتيجه ل ده بيبقى حلو. ده بيبقى حلو بالعكس. ده بيبقى تنشيط للدوره الدمويه عندي ستيميليت للبلاد سيركوليشن بفعل جزيئات الذهب. ودايما بننوه ان كريم ماسي دوروجولد فيه جزيئات ذهب يا جماعه عيار 23 مش ميه ذهب او مش ماسك ذهب. فده بنوزعه على البشره وما بيتحط ويتساب. ما حدش يقول لي احطه واغسله. هو بيتحط وبيتساب عادي كريم عادي خالص. مظبوط فعلا بيتحط على البشره ويتوزع تماما على الخدود وعلى الجبهة والدقن من تحت لفوق عكس الجاذبية الأرضية. وما ننساش الرقبة مهمة جدا يا يمنى. الرقبة برضو من تحت لفوق عشان بيظهر فيها تجاعيد وخطوط رفيعة. طيب وبيتشرب بسرعه. بيتشرب بسرعه جدا. ده بفضل طبعا تقنيه النانو تكنولوجي ان ماسي دوروجولد. بقول لك بقى 6 سنين ابحاث فقعدنا نجيب 56 مكون من الشرق ومن الغرب وقعدنا نعمل تقنيات هايله جدا عشان يمتص الجلد بيها ويستفيد باقصى حاجه ليها اللي هي تقنيه النانو تكنولوجي. ان البارتكلز عندي او جزيئات ماسي دوروجولد بتبقى صغيره جدا جدا فبيقدر الجلد انه يمتصها بسهوله جدا يا يمنى وتديني اعلى تاثير اللي انا عايزاه. طيب دكتورة حنان انت قلتي ان الرجال بيستخدموه زي نفس الكلام اللي احنا قلنا ده. مفيش فرق بين سيدة ورجل في الاستخدام. لا خالص طبعا. طيب الناس اللي بتعمل بوتوكس وفيلر بيبقوا دايما مش فاهمين او مش عارفين يستخدموا ماسي ولا يعملوا بوتوكس وفيلر ولا يعملوا بوتوكس وفيلر ويستخدموا ماسي. تمام. احنا بصي الناس دي نوعيات. في ناس عندهم تجاعيد عميقه. التجاعيد العميقه بيبقى قدامهم حل من الاثنين. يعني يستخدموا ماسي دوروجولد كورس علاجي مكثف لمده سنه كامله. يعني يستخدموا علبتين من ماسي دوروجولد. احنا قلنا ان العلبه بتكفي لمده 6 شهور فهنستخدم علبتين وساعتها هنقدر نقضي على التجاعيد تماما. لو عميقه. الناس لو عميقه. لو الناس بقى اللي عايزه سريع تاثير سريع بننصحهم يعملوا فيلر وبوتوكس ويستخدموا ماسي دوروجولد مع الفيلر والبوتوكس. بيطول مده الفيلر والبوتوكس لمده اطول لان ماسي دوروجولد في فيلر وفي ماده شبيهه بالبوتوكس. يعني هو في فيلر في الحاجه اللي زي الفيلر بالظبط الهايلورونيك اسيد. هي دي مادة الفيلر. في الفيلر انا بحقنها تحت الجلد بالحقن سبكيوتينيس تحت الجلد. لكن في ماسي دوروجولد بيبقى توبيكال اكشن او على الجلد فبحطه فبيبقى التأثير اقل شوية. بس كل ما ببتدي استخدم ماسي دوروجولد لفترة اطول كل ما بيجيب لي النتيجة اللي انا عايزاها. الكافيار من الحاجات اللي ما ينفعش ما نتكلمش عنها طبعا. لان ده الكافيار ده قصة لوحده وفي منتجات اصلا بتبقى قايمة على الكافيار. مزبوط. ونجمات هوليود كلهم قالوا ان هم بيستخدموا الكافيار عشان يحافظوا على شبابهم الدائم. ويمكن احنا بنشوفهم كمان في الافلام وحتى في حياتهم الطبيعيه. والله يا دكتوره دين ما بيميلوش لان هم يستخدموا ميك اب كتير لانه اوريدي البشره كويسه حلوه مش يعني مش محتاجين يداروا حاجه بالميك اب. مظبوط. الكافيار موجود بغزاره في ماسي دوروجولد. الكافيار يعتبر من المكونات الاساسيه في ماسي دوروجولد زيه. احنا ممكن بنتعامل معاه زي معامله الجولد بارتكلز. يعني جولد بارتكلز دي نمبر 1. نمبر 2 بيجي بعديه الكافيار. طب ايه الفكره في الكافيار؟ اولا الكافيار هو ماده لوحده هو فيه عناصر كتير جواه او غني جدا احنا بنسميه اللي هي المينرالز الفيتامينز. بالظبط الفيتامينات. كمان غني بالاوميجا 3. طب الحاجات دي انا بستفيد ازاي بيها؟ حلوه جدا. بالظبط انا بستفيد بيها. اولا هي بيتعامل كوايتنينج ايجنت يعني ان هو عامل تفتيح قوي جدا من الدرجه الاولى. يقدر ان هو يشتغل لي على التجاعيد برضو من الدرجه الاولى ويأخر علامات التقدم في السن. ليه ترتيب عالي جدا 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 يا يمنى من الدرجه الاولى برضو ان هو انت مجرد فعلا الكافيار عشان بيقدر يعمل الثلاث حاجات دول فالناس تقدر تستخدمه لوحده. وعلى فكره هو بيبقى ليه يعني اسعاره مرتفعه جدا طبعا يعني معروف. هو بيتباع لوحده وباسعار مرتفعه جدا لان هو فعلا مفيد. هو بيشتغل على كل مشاكل البشره لوحده كده. فانا عندي طبعا في ماسي دوروجولد انا عندي جولد بارتكلز وعندي الكافيار وعندي كمان برضو حاجه مهمه جدا جدا السيرامايدز. السيرامايدز ده اتعمل عليه ابحاث كتير. بالظبط. السيرامايدز دي الفكره في السيرامايدز انا بشتغل على رطوبه بشره. انا بشتغل ان بشرتي على طول تبقى محتفظه بالميه اللي جواها. يعني ايه محتفظه بالميه؟ يعني طول ما انا بشرتي محتفظه برطوبتها
ده بيمنع تماما ويأخر تماما ظهور علامات التقدم في السن. فطبعا بتشتغل بشكل أولي على التجاعيد. سريعا انتوا بيتقال عنكم ان انتوا بتوع الناس كده الهاي بقى ومش عارفه ايه والحركات دي. انتوا يعني انا مش هقول انت بقى يعني. لا ده مش صحيح خالص يا منى، بالعكس احنا ماسي دور جولد لكل طبقات المجتمع، ومش عيب ابدا ان انا لما اكون طبقه عاديه وابقى عايزه ابقى يعني شبيهه بالمشاهير وان انا اهتم ببشرتي ابقى فعلا هستخدم نفس المنتجات المشاهير بيستخدموها او الناس اللي بيهتموا ببشرتهم، لا مش عيب ابدا ان انا استخدمها. بالعكس ماسي دور جولد لكل طبقات المجتمع، الطبقات القليله والعاديه والمتوسطه كل الناس بتستخدم ماسي دور جولد. قدر يوصل لفئه كبيره جدا ومحافظات كتيره جدا في جمهوريه مصر العربية، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في محافظات وجه إبلي، في بحري، وإحنا بنوصل لكل الأماكن لحد باب البيت. أنا بشكركم على وجودكم معايا، ضيفتي العزيزة دكتورة حنان الحسيني وضيفتي العزيزة دكتورة دينا نجيب، شكرا لكم. إحنا حلقتنا خلصت، شوفونا يوميا الساعة 3 عصرا والإعادة بتكون 8 صباحا. أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعتوا على صفحتي الشخصية اللي هتشوفوها على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي، والحلقات كلها إن شاء الله تلاقوها على اليوتيوب. أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معكم يمنى طولان، السلام عليكم.